يبقى الصناديد لأنها مجاهدين معركة عواصف الصحراء. البيت الشهيد أحمد العبدو بالاشتراك مع لواء الصناديد من فيلق الرحمن غنائم المجاهدين ضمن معركة عواصف الصحراء. الله أكبر لله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألوية الشهيد أحمد العبدو بالاشتراك مع لواء الصناديد من فيلق الرحمن غنائم المجاهدين ضمن معركة عواصف الصحراء. بسم الله الرحمن الرحيم. ألوية الشهيد أحمد العبدو بالاشتراك مع لواء الصناديد من فيلق الرحمن غنائم ضمن معركة عواصف الصحراء. مدفع 23 يتم تجهيزه على سيارة شاص لدك معاقل الأسد. ألوية الكتائب الشهيد أحمد العبدو بالاشتراك مع لواء الصناديد من فيلق الرحمن غنائم مجاهدين ضمن معركة عواصف الصحراء. الله أكبر ولله الحمد. ألوية الكتائب الشهيد أحمد عبدو بالاشتراك مع لواء الصناديد من فيلق الرحمن غنائم مجاهدين ضمن معركة عواصف الصحراء. ألوية الكتائب الشهيد أحمد العبدو بالاشتراك مع لواء الصناديد من فيلق الرحمن غنائم مجاهدين ضمن معركة عواصف الصحراء. دفعة 23. ألوية الكتائب الشهيد أحمد العبدو بالاشتراك مع لواء الصناديد من فيلق الرحمن غنائم المجاهدين ضمن معركة عواصف الصحراء. مدفع 23. تم تركيبه على سيارة شاص. مدفع 57 غنائم ضمن معركة عواصف الصحراء. ألوية الكتائب الشهيد أحمد عبدو بالاشتراك مع لواء الصناديد من فيلق الرحمن. المدفع قيد التجهيز إن شاء الله لدك حصون الأسد.